الحمد لله رب العالمين، تكفل بحفظ كتابه العزيز، فقال في محكم التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، أيده ربه بمعجزة القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمته وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات علم رسم القرآن الكريم. ولا يزال حديثنا متصلاً عن حذف الألف بعد الباء في الرسم العثماني، فقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن 24 كلمة في هذا الباب. أما الكلمة 25 التي رسمت بحذف الألف بعد الباء في الرسم العثماني هي كلمة لعبادته، من قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، بسورة مريم عليها السلام. والكلمة 26 التي رسمت بحذف الألف بعد الباء في الرسم العثماني هي كلمة عبادنا، وقد وردت هذه الكلمة يا أبنائي في 12 موضعا من القرآن الكريم، رسمت في موضع واحد بحذف الألف بعد الباء، وهو قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، بسورة صاد. بينما رسمت في بقية المواضع بإثبات الألف بعد الباء، نحو قوله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، بسورة الكهف. دعونا يا أبنائي ننظر إلى هذه الكلمة في موضع سورة صاد وفي موضع سورة الكهف. موضع سورة صاد في الآية رقم 45 في الصفحة رقم 456، لاحظوا يا أبنائي، كلمة عبادنا رسمت
بحذف الألف بعد الباء، واذكر عبادنا. بينما في موضع سورة الكهف في الصفحة رقم 301 الآية رقم 65 فوجد عبدا من عبادنا، لاحظوا عبادنا، رسمت الألف، أثبتت الألف في رسم هذه الكلمة. لماذا حذفت هناك في ذلك الموضع فقط وأثبتت هنا؟ لا شك أن هناك سرا وأمرا، لكننا لا نعلم هذا الأمر، والذي علينا هو أن نرسم الكلمات كما رسمها الصحابة رضوان الله عليهم. ما أثبتوه أثبتناه من في الرسم، وما حذفوه من الرسم حذفناه، لأن هذا الرسم كما قلنا يا أبنائي قد أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. نأتي الآن إلى الكلمة 27 التي رسمت بحذف الألف بعد الباء، وهي كلمة عبادي بسورة الفجر، وذلك في قوله تعالى فادخلي في عبادي. أما المواضع الأخرى التي وردت فيها كلمة عبادي في القرآن الكريم فقد رسمت بإثبات الألف بعد الباء، نحو قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بسورة الحجر. دعونا ننظر يا أبنائي ونتأكد من هذا الرسم في مصاحفنا. ننظر إلى موضع سورة الفجر فادخلي في عبادي في الصفحة رقم 594. لاحظوا يا أبنائي أن كلمة عبادي في هذا الموضع من سورة الفجر رسمت بحذف الألف بعد الباء، وعوض عنها علماء الضبط بوضع ألف إشارة صغير للدلالة عليها. بينما في موضع سورة الحجر وفي المواضع الأخرى لهذه الكلمة أثبتت الألف بعد الباء. موضع سورة الحجر في الصفحة رقم 264 الآية رقم 49 يقول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لاحظوا يا أبنائي كيف رسمت هنا كلمة عبادي، فقد أثبتت الألف بعد الباء في رسم هذه الكلمة. إذن علينا أن نتبع رسم الصحابة لهذه الكلمات في موضع سورة الحجر وفي المواضع الأخرى غير موضع سورة الفجر، الألف بعد الباء مثبتة من كلمة عبادي، أما في موضع سورة الفجر فقط فالألف بعد الباء محذوفة. هل لديكم أي سؤال يا أبنائي؟ نعم يا أستاذنا. تفضل يا اليزن. وما هي الكلمة 28 يا أستاذنا؟ بارك الله فيك يا اليزن على هذا السؤال، وهذا يدل على أنك تريد أن تعرف بقية الكلمات، بارك الله فيك. الكلمة 28 التي رسمت بحذف الألف بعد الباء في الرسم العثماني هي كلمة عبدة بسورة الزمر. هذه الكلمة يا أبنائي ورد فيها قراءتان من قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أيضا قرأها حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف أليس الله بكاف عباده، فحذفت الألف بعد الباء من هذه الكلمة ليحتمل رسمها القراءتين الواردتين بها، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عالمين بقراءات القرآن الكريم وبأوجه القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الكلمة 29 يا أبنائي التي رسمت بحذف الألف بعد الباء في الرسم العثماني هي كلمة اجتباه، وذلك في موضعين من القرآن الكريم، هما قوله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى بسورة طه، وقوله جل شأنه: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين بسورة القلم. دعونا ننظر إلى هذا الموضع، أحد هذين الموضعين، حتى نتأكد من رسم الكلمة. لننظر إلى موضع سورة طه في الصفحة رقم 320، الآية رقم 122، يقول الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. حذفت الألف بعد الباء من رسم هذه الكلمة، وعوض عنها علماء الضبط بوضع ألف إشارة صغير للدلالة عليها. طيب، في المواضع الأخرى التي جاءت فيها كلمة اجتباه كيف رسمت؟ رسمت في المواضع الأخرى بحذف الألف وكتابة ياء مكانها، وهذا طبعا هو المختار عند أبي داود وعليه العمل في مصاحفنا. مثال ذلك قوله تعالى في سورة النحل: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. دعونا ننظر كيف رسمت هذه الكلمة في موضع سورة النحل في الصفحة رقم 281، يقول الله تعالى: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لاحظوا كيف رسمت كلمة اجتباه في هذا الموضع، فقد حذفت الألف بعد الباء وكتبت ياء مكانها، كتبت ياء، وطبعا علماء الضبط وضعوا ألف إشارة صغير فوق الياء مباشرة للدلالة على أن هذه الياء تنطق ألفا. بهذا يا أبنائي نكون قد تعرفنا على بعض الكلمات في باب حذف الألف بعد الباء في الرسم العثماني، وسوف نتحدث عن بقية الكلمات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.